اهلا اهلا جحا، اتفضل يا حبيبي اتفضل. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ مفتاح العربية. طب وبتديهولي ليه؟ أنا مش هقدر أقبل العرض اللي حضرتك عرضته عليا. الحقيقة أنا فكرت كتير قبل ما أجي أرد على حضرتك، كل مرة كانت الإجابة لأ. أنا بحب خطيبتي، بقالنا 4 سنين مخطوبين على وش الجواز يعني، وأنسة ليلى زي القمر ومئة ألف واحد يتمناها، بس أنا لأ. كل اللي بطلبه من حضرتك يعني تسيبني أكمل المشروع بتاعي. هو برضه مشروع أنسة ليلى زي ما هو مشروعي بالظبط. تفتكر بعد ما ترفض جوازك من بنتي شغالك هنا عندي؟ بس انا اسف فن ما ينفعش انك ترفض تتجوز بنتي. عارف ليه؟ عشان انا سادك كومي، ما تخلقش اللي يرفض بنتي. وهتفتكر ان انا كرامتي هتوجعني وازعل وارفضك من الشغل وخلاص؟ لا، لو فكرت كده يا احمد تبقى غبي. ما اعتقدش انك غبي. انا ما اعتقدش ان انا فهمته صح. وانت بتهددني؟ لا، انا بوعدك لو ما عملتش اللي انا قلته لك وليلى حست انك بتحبها وعاوز تتجوزها، انا ممكن اقلب حياتك كلها لمشكله كبيره قوي متعرفش تخرج منها. خطيبتك اللي بتحبها دي مش هخليها على وش الدنيا، هأذيك في كل أهلك. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ أحمد، أنا بحبك، والله بحبك، عشان كده اخترتك تبقى قريب مني. ما ينفعش ترفض عرض زي ده؟ لا، من حق أرفض. لا، ما تقاطعنيش. زي ما عرضي ده يفتح لك باب من الجنة على الأرض، يفتح لك برضه باب من جهنم. وأنا ما بتهددش. اللي عايز تعمله اعمله. احمد مش محتاجه اقول لك الاجتماع ده مهم قد ايه. لازم نبقى مركزين وبنسجل كل حاجه بتتقال في الاجتماع. هند ركزي معايا. مدام امل معلش نسيت حاجه، ممكن اروح اجيبها بسرعه؟ متاخريش دقيقه واحده.